ابن الوالي أنا خطبته بالحديث عن النحر. لعله خير أو ابتلاء، ولكنه لن يؤذيك. لاحظت أنه يكن لك احتراما وتبجيلا. الله أدرى بالنفوس وخباياها أيها الفقير. تفطر؟ تمر الحجاز. هذا واجب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. صدق الله العظيم، هذا جزاء الخارجين عن الخلافة ومن يعصون الله جهراً. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.